ولمزيد من المتابعة معي من رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت، ومن الجليل الأعلى نائب الكنيسة السابق عن حزب العمل شاكيب شنان. أهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ جمال بانتظار ربما الدفعة الثانية اليوم بعد أن نجحت إلى حد ما وإلى حد كبير الخطوة الأولى في اليوم الأول، لكن هناك اتهامات حتى الآن من قبل حماس لإسرائيل بأنها انتهكت الاتفاق كما تابعنا مع مراسلينا فيما يتعلق باستمرار الطيران الإسرائيلي في أجواء غزة أو على مستوى منع توزيع المساعدات في شمال القطاع. بالتالي هذا يجعلنا نتساءل، هل تصمد هذه الهدنة؟ أنا أتوقع أنها ستصمد، وإن كانت إسرائيل يعني ستحاول يعني خلق أجواء من التوتر لعل يعني يقدم الطرف الآخر أي حركة حماس على خرق يبرر لها وقفها. الواضح تماما أن بنيامين نتنياهو أجبر على هذه الصفقة لعوامل متعددة، أولها فشله في تحقيق وعده باستعادة يعني الرهائن بالقوة العسكرية، كما أنه يفشل بتحقيق أهداف هذه الحرب تماما. في ذات السياق الولايات المتحدة الأمريكية وبفعل يعني المتغيرات الجارية في الساحة الأمريكية وبفعل يعني الضحايا الذين تجاوز عددهم 20,000 بين شهداء ومفقودين تحت الأنقاض، أنا أعتقد أن العالم بأسره لم يعد يحتمل ماكينة القتل الإسرائيلية. إذن يعني من ناحية حركة حماس، وبرأيي أنها تعتبر هذه الهدنة يعني يأتي في سياق فشل الطرف الآخر لتحقيق أهدافه المباشرة أو بعيدة المدى، ولذلك هي ستلتزم. إسرائيل أيضا مضطرة لأن تلتزم مع كل يعني الخروقات التي تقوم بها، ولكن أنا أعتقد يعني أن الولايات المتحدة التي أعلنت أكثر من مرة أنها ضد تهجير الفلسطينيين خارج الحدود وتعتبر أيضا تهجيرهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يجب أن يتوقف، عليها أن تلزم الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بمرور المساعدات الطبية والغذائية من معبر رفح إلى شمال القطاع. مرت بعض يعني الشاحنات البسيطة جدا بالأمس، وهو الأمر الذي لا يتناسب إن لم يكن مع الاتفاق مع روح الاتفاق. على ما يبدو أن إسرائيل لا زالت تريد أن تظهر أنها تمتلك اليد العليا في تطبيق هذا الاتفاق، ولكنني أتوقع أن الوسطاء الذين يدركوا يعني مدى يعني ضرورة الالتزام الكامل من قبل الأطراف يعني ستتدخل لوقف هذه الانتهاكات، لأن الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة من وجهة نظري ترى بأن يعني هذه الهدنة هي ليست فقط وسيلة لتبادل الرهائن والأسرى من الجانبين أو تمرير بعض المساعدات الضرورية لحياة الناس الذين باتوا يفتقدوا الحد الأدنى من مقومات الحياة سواء على الصعيد الطبي أو مقومات الحياة الأخرى، بل هي تسعى لتمديد هذه التهدئة لعلها تكون يعني خطوة نحو وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أن الآن في سياق يعني الحرص على يعني الالتزام الكامل من قبل الطرفين، أظن أن هناك جهودا سواء كان لتمديد هذه الهدنة من ناحية أو لإيجاد صيغة تضمن يعني وقفا لإطلاق النار، وبما يشمل يعني إغلاق ملف الأسرى بالكامل. هذا الأمر هو مطلب لي يعني المجتمع الإسرائيلي، كما أنه بالتأكيد مطلب للشعب الفلسطيني بالكامل. صحيح، ولكن اللافت، لكن اللافت هنا وهنا سأحيل مسألة لأستاذ شكيب على مستوى تصفير الأسرى،
كمطلب من الجانبين، لكن اللافت هنا أنه بالإضافة لهذه الانتهاكات التي تتهم بها إسرائيل على مستوى الهدنة، إلى أي مدى إسرائيل معنية بإنجاح الهدنة بالبناء عليها لنصل إلى وقف إطلاق النار؟ لأنه حتى على مستوى الضفة عمليات اعتقال، عمليات دهم مقابل كل دفعة، يعني بالأمس كان هناك إفراج عن عدد من الأسرى، تم اعتقال عدد أكبر منهم اليوم. مساء الخير لك يا أخي إيمان، جمال، وطبيعي لجميع المشاهدين. أنا أكون واقعيين، الحقيقة أن هنالك بحر كبير من عدم الثقة بين الطرفين، لا حماس مأمن لإسرائيل ولا إسرائيل مأمن لحماس. إسرائيل بالبداية أعلنت أنها تريد، يوجد لديها هدف واحد وهو الإطاحة بحكم حماس والقضاء عليها، ومع الأيام تغيرت المعادلة وزادت هدف ثاني وهو يعني إرجاع الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين المتواجدين بأيدي حماس، ومع الأيام استبدلت وأصبح استرجاع أو إعادة الأسرى والمخطوفين الهدف الأول نتيجة الضغوط الجماهيرية التي حصلت في إسرائيل. اللعبة واضح، هدف حماس من عملية الهدنة وعملية تبادل الأسرى هو المحاولة إلى الوصول إلى تهدئة أو وقت إطلاق نار وكسب أطول وقت ممكن من أجل يعني أن يتنفس الصعداء وأن يعطي لسكان غزة فرصة أو يعني يقدر يرتب أموره وكل الأمور العسكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في داخل غزة. أما إسرائيل فهدفها من هذا الأمر هو شيء واحد فقط، هو استعادة الرهائن والأسرى، وتهدف حسب قرار الحكومة بالاستمرار في عملية ضرب حماس. فالسابع من أكتوبر فقد أي إمكان، أعطى فقد لأي إمكانية أي تفاهم ممكن يكون بين إسرائيل وحماس لولا ضغط. ولكن بعد 50 يوم من العمليات العسكرية الإسرائيلية ومن تصعيد الإسرائيلي فشلت إلى حد كبير في تحقيق هذه الأهداف. خلينا نقول إنه لحد المرحلة الأمور طبعا كل واحد من ناظرين، هنالك يعني إذا أنت بتطلع من منظار حماس، حماس لا تزال قادرة على ضرب الصواريخ ولكن قدرتها قلت كثيرا جدا جدا جدا، وإسرائيل متواجدة باجتياح بري يدوم أكثر من أسبوعين واحتلت شمال قطاع غزة وهي تنوي الاستمرار إلى جنوب قطاع غزة. المشكلة ليست في عملية الاجتياح أو الرد من حماس، المشكلة تكمن أن الطرفين لا يعرف ماذا سيكون بعد الانتهاء من الحرب. انتهت الحرب، هل ستعود حماس لتدير أمور غزة أم سيكون هنالك واقع جديد؟ إسرائيل تريد أن يكون واقع جديد وحماس تريد الحفاظ على وجودها، وهذا تناقض كبير يعني للأسف الشديد ستتحدث بنتائج قوة البندقيات. وإذا وصلنا إلى السطر الأخير في هذه القضية، الضغوط الدولية لن تنفع، الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل في هذه الحالة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تتوافق مع الهدف الإسرائيلي بالحاجة إلى القضاء على حماس. وطبيعي الحلفاء العرب للولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفائها، يعني اللعبة مفهومة، بدناش نرجع إحنا نعلق الحديث يعني يصير ربان فيوش حلاوة. المنطق الوحيد اللي بيقول للأسف الشديد عندما ننتهي من عملية التبادل والتي يمكن أن تستمر أكثر من 4 أيام قابلة للتمديد، قابلة إلى التمديد، والأمر يتعلق إذا استطاعت حماس أن تحصل على عدد رهائن أكبر. فالضغط الموجود في إسرائيل يعني امبارح كلنا تابعنا كل وسائل الإعلام، وسائل الإعلام في إسرائيل عاشت جو
ملؤه عدم الثقة وعدم الإيمان. حتى بعد ما شاف صور المخطوفين يعني عمال ينقلوا من سيارات الصليب الأحمر إلى السيارات. نعم أستاذ شاكي. ظل هنالك جسر كبير يعني قابل للهبوط من عدم الثقة بين الطرفين. إزاء انعدام الثقة هذا وربما حتى مع تبدل المزاج العام العالمي أستاذ جمال فيما يتعلق الغربي على الخصوص الأمريكي بدعم إسرائيل، لكن هناك وحدة في الهدف بمنع حماس من التحكم في مستقبل غزة أو من وجود أي سيطرة لها سواء عسكرية أو على مستوى الحكم في غزة. إلى مدى هذا سيعقد الآمال المعقودة لتحويل هذه الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وبعد ذلك إلى مسار سياسي؟ يعني دعيني أقول بأن يعني تطابق الأهداف العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو وجه من أوجه الصورة الأشمل لما يجري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. المجتمع الدولي برمته بما في ذلك الذين وقفوا مع إسرائيل لمواجهة نتائج 7 أكتوبر أدركوا تماما بأن 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، وأن يعني المعاناة الفلسطينية والحصار على قطاع غزة وقتل حل الدولتين واستمرار الاستيطان والانتهاكات اليومية التي سبقت انفجار 7 أكتوبر بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على المناطق على الأماكن المقدسة وقتل إسرائيل لكل فكرة التسوية السياسية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، القائمة على مبدأ إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم في سياق ما كان يعرف بحل الدولتين. هذا الأمر لابد من معالجته، وهذا الكلام قيل من الكثير من يعني دعيني أقول المتابعين يعني الموضوعيين منذ حرب عام 2014. هناك من قالوا بأنه إذا لم تجري معالجة سياسية جادة بما يشمل حركة حماس كأحد أطراف المكونات السياسية للحركة الفلسطينية ستتكرر هذه العملية، وهذا ما تم، تكررت بالعام 2021 وهي تتكرر الآن، بالإضافة إلى أنها تكررت 3 مرات مع حركة الجهاد الإسلامي. إسرائيل بإمكانها أن تقول ما تشاء، إسرائيل بإمكانها أن تواصل هذه الحرب، ولكن عليها أن تدرك أنه في 50 يوما الماضية إسرائيل لم تحقق إنجازا عسكريا جديا، هي حققت عارا بأن ارتكبت حماقة هي الأبشع في التاريخ المعاصر بقتل ما يزيد عن 20,000 فلسطيني. طيب وهنا إذا كانت إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها وكان عندها عدم وضوح في الأهداف، ما الذي حققته حماس إذا الدمار إذا عدد القتلى؟ وهذا ما هو متوقع وهذا ما هو دمار كبير دخول إسرائيل في داخل القطاع. كيف يمكن؟ ما الذي حققته؟ ما هي خطة حماس لما بعد الحرب أيضا؟ على نفسها جنت براقب. أنا لا أتحدث عن خطة حماس. لا سؤالي لك أستاذ جمال. تفضل أستاذ جمال. أتحدث بهذه الطريقة لأن براقش هم براقش هنا هو الشعب الفلسطيني، الأطفال الفلسطينيين، النساء الفلسطينيات، الحياة الفلسطينية. هذا الكلام يجب أن لا يصدر من شخص يعني يتقدم أمام الإعلام كشخص مسؤول ويبحث عن مخرج لهذا الصراع الدامي الذي طال أمده. أنا أقول أنه ليس مسؤولية حماس فقط أن يعني تبحث عن مخرج، هي مسؤولية كل الأطراف بدءا من الأطراف الفلسطينية، وأنا وافق على ذلك. فحماس لا تسبح في بحر من الفراغ، حماس عندما تتخذ قرارا بالحرب أو السلام هذا يؤثر على الشعب الفلسطيني، كما أن القيادة الفلسطينية عندما تكون عاجزة لا أن تتقدم باتجاه تسوية سياسية بفعل السياسة الإسرائيلية أو أن تتقدم بشيء آخر فهذا أيضا مأزق فلسطيني. إذن الانقسام الذي غذاه نتنياهو تحديدا على مدار 17
عاما الماضية، وكان يدفع أموالا حتى يبقى هذا الانقسام في السنوات الثمانية الماضية، انهارت أمامه وهو لا يعرف ماذا يفعل. مرة يقول أنه يريد أن يبقى الاحتلال، مرة يقول أن السلطة يجب أن لا تأتي، مرة يقول أن يأتي مش عارف مين، وكأن العالم يشتغل يعني يعمل أجير لدى نتنياهو. أنا أقول أن الحركة الوطنية الفلسطينية لم يعد أمامها من خيار سوى توحيد صفوفها في سياق رؤية شاملة ترفض الإملاءات الإسرائيلية، ترفض أن يفرض على الفلسطينيين أي صيغة لحكم غزة، فهذا أمر فلسطيني بحت. وفي هذا السياق نعم لا يمكن عزل حماس على الأقل كحركة سياسية عن المكونات السياسية الفلسطينية. هذا يتطلب إيجاد صيغة سياسية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير، والتوافق على حكومة إجماع وطني فلسطيني تقود عملية إعادة الإعمار والبناء، وشريطة أن تكون هناك أن يكون هناك وقف متبادل للعنف من الطرفين. شكرا. وأولا من إسرائيل. شكرا. التي تنتهك يوميا يعني حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية وليس فقط وقتي حقيقة غزة. شكرا جزيلا لكم. إذن من رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت، ومن جليل أعلى نائب الكنيست السابق عن حزب العمل شكيب شنان، شكرا لكم.